مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ العين جت في ميلو الحمد لله. طبعا اغلى كلب عندي، مش اغلى في السعر، اغلى في الصداقه والوفاء والاخلاص. ميلو لما عرف ان كوريا بقالها فتره بعيد عنه، فحاول ان هو يخش لها البوكس امبارح بالليل. وهو داخل فالحديد بتاع الجبال عوره، عايز يخش عافيه. تمام، شوفوا بقى لما تلاقي ذكر يضحي بروحه عشان يوصل للنتيجه بتاعته. تعالوا بقى نوريكم الحديد عامل ايه في رجليه. بصوا امبارح يا جماعه، يعني الحديد عوره في رجليه، شايفين؟ شايفين المنظر؟ طبعا منظر بشع جدا، الحديد عوره في رجليه. دلوقتي كل اللي انا هنعمله ان انا هنخيط. تمام، وعلى فكره الحاجات دي احنا معرضين ليها جدا، يعني احنا معرضين لاي مواقف زي كده. في كلب ممكن يعور نفسه، في كلب ممكن يتعارك مع كلب، في كلب ممكن كذا، ممكن كذا، بس بنرجع في الاخر نقول الحمد لله ربنا بيستر. دلوقتي انا اهو نبدا ان انا ننضف على الجرح كويس عشان ما يبقاش فيه شعر، عشان لما نخيط زي ما احنا شايفين اهو. انا بننضف، مش عايز نخش عند الجرح اهو، شايفين؟ طبعا دماغ الكلاب بتبقى غير دماغ البني ادمين. ده النتايه بتاعته طبعا كلكم عارفين ان هي والده، وهو قال لا كفايه بقى يا ابو نور، يعني ياما قوي ان انا ما نشوفهاش وكلام زي كده. وانا ما ينفعش ان نطلع النتايه ونقعدها معاه في الفتره دي خالص، لان طبعا عندها جراوي، المفروض ان هي بتراعي جراويها والحاجات دي كلها. طبعا انا كده نظفت اهوت، هنطهر الجرح دلوقتي تمام بمحلول ملح، وبعد كده نبدا ان انا نخيط. تمام، كل الحاجات دي عندنا يا جماعه، كل الابر والحاجات دي عندنا. طبعا انا جايب ابر كبيره شويه علشان طبعا نعرف نخيط بيها، وباذن الله اللي في الخير يقدمه ربنا ونرجع نقول خير، يعني الحمد لله. الحمد لله احنا بنقابل حاجات زي كده كتير. على فكره الكلب الوحيد اللي انا ممكن نخيط له او ان انا ممكن نعمل له اي حاجه من غير كمامات، استحاله ان يعض ايدي، استحاله. شوف بصوا لي ازاي يا جماعه، ان انا خيطت زي ما احنا شايفين، بنقطع الخيط الزياده اهو. طبعا انا سايب حته صغيره مفتوحه عشان لو في اي ميكروب او اي حاجه ما يثبتش في المكان اهو. هنبدا بقى ان انا نطهر معايا محلول ملح اهو. نطهر بيه. شايفين؟ المفروض ان انا نلبس جوانتي، بس طبعا للاسف ما عنديش، فمش هنستنى بقى ان انا نجيب جوانتي، لا انا عندي نلحق الكلب. يعني تخيلوش ده بالنسبه لي ايه. دلوقتي بقى يا جماعه الكاميرا تقرب كده، هنعمل ايه؟ نجيب كبسوله مضاده حيوي اهي. بعد ما طهرنا ونظفنا المكان بنفتح الكبسوله بالشكل ده كده. اهي نفضيها في سرنجة. اللي انا بعمله ده لو لا قدر الله عندك كلب لقيت فيه اي جرح. تمام، بص بقى ادي يا باشا الكبسوله المضاد الحيوي، بنحط معاها ده مرهم جراميسين مضاد حيوي خاص بالجروح والحاجات دي كلها اهو. شايفين انا عملت ازاي؟ ادي حته مرهم جراميسين، وادي ده بتدين اهو. دي خلطه كده انا بعملها لما يكون في جرح الكلب، بعملها له اهو، حط شويه بيتادين اهو. شوف الخلطه دي
بدل ما تكون ببيتادين على الفاضي، بدل ما تكون ببيتادين على الفاضي، يبقى كبسوله مضاد حيوي زائد مرهم جراميسين، وبنقلبها كده نطلع الهواء منها اهي. بس قفلت كده، نعمل ايه بقى؟ بنمسكها كده ونرج جامد، نلخبط الخلطه دي على بعضيها اهي كده. الحمد لله الجرح نضيف. طيب الحاجات دي طبعا كل الناس اللي عندها كلاب بتبقى معرضه ليها، ممكن كلب هو بيعدي من بوكس، ممكن كلب يتعور، ممكن كلب يتعارك مع كلب، ممكن لا قدر الله اي حاجه زي كده. تمام، كويس تتاكد ان الخلطه دي اتلخبطت على بعضها، الجراميسين على الكبسوله المضاد الحيوي على البيتادين. دي افضل حاجه تعمل التئام للجرح فوري وفي نفس الوقت تطهره. معلش حبيب قلبي اهي، احنا قفلنا الجرح شويه بالخيط زي ما احنا شايفين. دي الخياطه يا جماعه، دي نظام الخياطه اهي، شايفين عامله ازاي؟ سبت حته صغيره اللي هي هنطهر منها، ما ينفعش نقفل الجرح كله، ما ينفعش نقفل الجرح كله عشان ما يحصلش عندي ميكروب في الرجل اهي. شفتوا كده المنظر ده اهو، وبنبدا ان انا امسك رجل الكلب كده ونحط جوه اهو، شايفين؟ ونحط على الخياطه عادي اهو، شفتوا؟ نتم رافع كده لحد ما البتادين والمرهم والمضاد الحيوي يجري جوه اهو، شايفين؟ نقطة من دي على أي جرح كفيلة إن هي تعمل التئام فوري، يعني يقفل بسرعة على نظافة. بس اتأكد إن أي جرح لازم تطهر كويس وتنظف كويس أهو. كلنا عندنا كلاب معرضين للحاجات دي. أهم شيء بقى في الحالة دي لبس كلبك كمامة. كمامة ليه؟ علشان ما يقعدش وهو ساي يلحس فيها. تمام، يعني أنا عندي هنا كمامة جلد بتاعت ميلو بنلبسها له في الوقت اللي أنا إيه؟ ما بياكلش ولا بيشرب. تمام، ساعة ما بنيجي ناكل بنخلع الكمامة ونشرب عادي وتمام التمام، وبعد كده نلبسه الكمامة للأمان. أهو أنا سايب دلوقتي دي إن هي تاكل في الجرح. المضاد الحيوي شيء مهم، البتادين مهم جدا. الزيادة طبعا لازم يطلع. ادي يا جماعة بالشكل ده كده، وكده يبقى خلصت. وقدر الله ما شاء فعل. طبعا الحمد لله المؤمن دايما مصاب، لازم يحصل لنا اي حاجة، بس بنرجع نقول الحمد لله ان احنا ناس فاهمة وناس بنشغل دماغنا في المشاكل اللي زي دي. مليون مسا عليكم، يا رب تكونوا اتعلمتوا كده. لو حصل في كلبك اي جرح تعمل ايه؟ اول حاجة ما تديش مساحة للجرح كبيرة، يعني لو الجرح مثلا ما يقارب طول صبعك كده خيط وسيب حتة مفتوحة، ما تقفلش الجرح كله. ليه؟ لان اي جرح معروف انه ممكن يعمل ميكروب. تمام، ميكروب بقى سواء داخلي او خارجي، فلازم تدي مساحة للموضوع ده. بتسيب حتة صغيرة تمام قيمة 1 سنتي مفتوحة اللي هي تطهر منها وتنظف منها للجرح ده، وهي هتلتئم لوحدها. اهم حاجة لو الموضوع كبير اللي بخياطة، يعني اللي الموضوع كله بخياطة، نسيب حته صغيره اللي هي مفتوحه اللي انت هتطهر منها. طب ايه التطهير اللي انا انتهره؟ اول حاجه نغسل الجرح بمحلول ملح عندي اهو. تمام، بعد كده بدل ما تكب بتادين على الفاضي ومواضيع من ديت وكلام من ده وتدمر الدنيا، لا، سرنجه 10 سنتي حط فيها شويه بتادين مع حبه مرهم جراميسين مع كبسوله مضاد حيوي، نرجهم جامد هتبقى عامله شبه الطحينه كده، وندي في الجرح جوه، وادي جوه عادي ما تخافش، ندي جوه وندي بره على اساس ان ما يبقاش فيه اي مشكله. يا رب تكونوا استفدتوا من الموضوع ده.